أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: عندما نقرأ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعن جهادهم وزهدهم وقوة إيمانهم نقول: يا ليتنا معهم، أو يا ليتنا جاهدنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هذا التمني جائز؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أنك تتمنى أنك معهم، لأنك قد تكون معهم ولا تصبر، ما تدري، لعلك لا تصبر. في ناس لم يصبروا، كانوا معهم ولم يصبروا وظلوا وأنافقوا والعياذ بالله، فلا تدري. لكن كونك يكفي أنك تحبهم وترضى عنهم وتستغفر لهم وتتبعهم، هذا يكفي منك، هذا يكفي منك في حقهم، وتدافع عن أعراضهم، هذا يكفي منك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.